صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من خلال الآية المباركة نستعرض أمورا أربعة. الأمر الأول، ما هو الفرق بين الروح والنفس؟ والأمر الثاني، ما هي قوى النفس؟ والأمر الثالث، ما هي الحالات الانفعالية التي ذمها القرآن الكريم للنفس؟ والأمر الرابع، ضرورة مبدأ الأخوة. نأتي للأمر الأول، هناك روح وهناك نفس، وفرق بين الروح والنفس. الفرق بين الروح والنفس يتضح من خلال مرور الإنسان بالحركة الجوهرية في صميم وجوده. بيان ذلك، الحركة على قسمين، هناك حركة مكانية وهناك حركة جوهرية. حركة الإنسان من هذا الموضع إلى هذا الموضع تسمى حركة مكانية، بينما حركة الوجود نفسه هي حركة جوهرية. يعني مثلا البذرة نأخذها ونضعها في التراب، ونضع لها سمادا ونسقيها ماء، هذه البذرة تتحرك فتتحول من بذرة إلى نبتة، ومن نبتة إلى ساق، ومن ساق إلى شجرة، ومن شجرة إلى ثمرة. هذه أيضا حركة، ولكن ليست حركة مكانية وإنما هي حركة جوهرية. يعني الوجود يتحرك فينمو ويتكامل، هذه تسمى حركة جوهرية. الإنسان يمر بحركة جوهرية عندما تجتمع النطفة المنوية مع البويضة، بويضة الأنثى، وتتلقح النطفة مع البويضة، وتعلق هذه البويضة الملقحة بجدار الرحم للمرأة. هنا تبدأ الحركة مثل حركة البذرة تماما، ولكنها حركة جوهرية. القرآن يشير إلى هذه الحركة، لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. القرار هو جدار الرحم. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما. شوف هناك حركة،
من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام إلى لحم، هذه حركة لكنها حركة جوهرية وليست حركة مكانية. الوجود يتحرك فينمو ويتكامل، هذه تسمى حركة جوهرية. هذه الحركة الجوهرية كيف حصل عليها الجنين؟ حصل عليها نتيجة الروح، بمعنى اتصلت به الروح منذ أن كان نطفة. هذا الجنين منذ أن كان نطفة اتصلت به الروح، ونتيجة لاتصال الروح به نما فتحول إلى جنين متكامل. إذن الروح سبقت حركة الجنين. لولا وجود الروح، لولا اتصال الجنين بالروح لما تحرك. الحركة تحتاج إلى حياة، والحياة تحتاج إلى مصدر، ومصدر هذه الحياة الروح. الروح خلقت قبل خلق الإنسان، وجدت قبل وجود الإنسان، ثم اتصلت بالنطفة وأمدتها بالحياة، فتحركت النطفة إلى أن أصبحت جنينا متكاملا. بعد أن أصبح جنين، هنا تولد شيء، ما هو؟ والنفس. ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. النفس غير الروح. الروح اتصلت بالجنين قبل الحركة، ولولا الروح لما تحرك الجنين، لكن النفس هي نشأت بعد الحركة. النفس تولدت من الحركة، وهذه النفس هي التي قصدها تعالى بقوله ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن هناك فرق بين الروح التي هي مصدر حياة الجنين ونموه وتكامله، وبين النفس التي تتحصل وتتحقق بعد حركة الجنين، والتي عبر عنها القرآن بالخلق الآخر. لذلك نجد القرآن أحياناً يعبر بالروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وأحياناً يعبر بالنفس فيقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إذن الروح غير النفس. الروح سبقت النفس، والنفس تكونت نتيجة مدد الروح وعطاء الروح. نجي إلى الأمر الثاني. بعد أن تكونت النفس، ما هي النفس؟ النفس مجموعة من القوى وليست قوة واحدة. ما هي هذه القوى التي بها تتكون النفس، بها تتألف النفس؟ القرآن الكريم يشير إلى هذه القوى. هناك قوى أربع للنفس: النفس الملهمة، النفس الأمارة، النفس اللوامة، النفس المطمئنة. يطرح القرآن أربع قوى للنفس التي تكونت وعبر عنها القرآن خلقا آخر. القوة الأولى النفس الملهمة، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. منذ أن نشأت النفس نشأت على الفطرة، يعني نشأت تكره القبيح وتحب الحسن. الإنسان بطبعه ما يحتاج أحد يعلمه، ما يحتاج أحد يغرس فيه. الإنسان بطبعه حتى لو كان ملحد، حتى لو كان يرفض الدين، حتى لو كان يرفض الإيمان، الإنسان بطبعه يحب العدالة ويكره الظلم.
شوف حتى الظالم يتبرأ من الظلم، حتى الظالم يقول لك أنا مو ظالم، بالعكس أنا عادل. الإنسان بطبعه يحب العدالة ويكره الظلم. الإنسان بطبعه ألهم منذ أن خلقه الله، ألهمه الله ما هو الفجور وهو الظلم والكذب والنفاق والغش والخيانة، وما هو التقوى وهو العدالة والصدق والأمانة. فهناك فجور وهناك تقوى، بطبع الإنسان يحب التقوى ويرفض الفجور وألهمها فجورها وتقواها. زين. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نجي الآن إلى القوة الثانية. القوة الثانية النفس الأمارة. وما أبرئ نفسي. القرآن الكريم يقول على لسان النبي يوسف عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. شنو معنى النفس أمارة بالسوء؟ تدري أمارة غير آمرة، أمارة أعظم من آمرة. أنا أقول أنا آمر غير أقول أنا أمار. الأمار كثير الأمر، شديد الأمر. يعني النفس مو فقط تأمرك بالسوء، بل تلح عليك وتصر عليك أن تفعل السوء. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة. ولم يقل إن النفس لآمرة، بل أمارة، يعني شديدة الإصرار، شديدة الأمر بالسوء. هذه النفس الأمارة هي قوة من القوى، وهذه القوة هي الشهوات. الإنسان عنده خزينة من الشهوات، عنده حشد من الشهوات، وهذا الخزين وهذا الحشد من الشهوات دائما يصر على الإنسان أن يشبع. شهوة الطعام، شهوة الجنس، شهوة التملك والاستئثار، هذه الشهوات شهوات قوية متأصلة في داخل الإنسان، تلح عليه، تصر عليه أن يشبعها وأن يغذيها. لذلك يعبر القرآن عن هذه الشهوات بأنها النفس الأمارة. ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: إن الله خلق الملائكة عقلا بلا شهوة، ما عندهم شهوات، وخلق البهائم يعني الحيوانات شهوة بلا عقل، وركب في الإنسان عقلا وشهوة، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو أدنى من البهائم. هذا أخص من الحيوانات إذا غلبت شهوته عقله. زين. نجي إلى القوة الثالثة، النفس اللوامة. لا أقسم بيوم القيامة، يقول القرآن الكريم: ولا أقسم بالنفس اللوامة. ما هي النفس اللوامة؟ النفس اللوامة هي الضمير. الله ما ضيع الإنسان، يعني ما جعل الإنسان يستسلم للشهوات، جعل ضد الشهوات قوة ثانية. كما أعطاه قوة الشهوات أعطاه قوة مضادة للشهوات، تقرعه، تلومه، توبخه. هذه القوة الأخرى هي قوة الضمير. لذلك تجد الإنسان أحيانا يقدم على المعصية ثم يتراجع عندما يتدبر عواقب المعصية. النفس اللوامة هي التي تركته يتراجع. ربما الإنسان أحيانا يقدم على المعصية، يقترف الذنب، ثم يأتي دور النفس اللوامة توبخه، تردعه، تزجره عما فعل. إن ولا أقسم بالنفس اللوامة، هذه النفس
قوة مضادة لقوة الشهوات، دورها الردع، دورها اللوم، دورها الزجر. خلقها الله لكي يعيش الإنسان توازن بين شهوته وعقله، توازن بين الإقدام والإحجام، أعطاه النفس اللوامة. نجي إلى القوة الرابعة، ألا وهي النفس المطمئنة. يقول القرآن الكريم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. النفس المطمئنة ما هي؟ هي النفس التي تشبعت بذكر الله تبارك وتعالى، النفس التي لا تفارق ذكر الله، النفس التي دائما لا تفتر ولا تسأم ولا تمل من ذكر الله. هذه النفس المطمئنة لأنها تعيش ذكر الله، تعيش سكون واطمئنان وهدوء. يقول القرآن الكريم: والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذكر هو الذي يعطيك النفس المطمئنة الهادئة المستقرة. ذكر الله هو الذي يربطك بالله تبارك وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذن النفس المطمئنة هي النفس المرتبطة بذكر الله. لذلك ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: النفس المطمئنة الحسين بن علي أبو عبد الله. هذا يسموه العلماء جري القرآن، يعني القرآن يطرح مفهوم ولهذا المفهوم نماذج ومصاديق. أروع المصاديق والنماذج للنفس المطمئنة الإمام الحسين عليه السلام، الذي أقدم على الموت والشهادة هادئا مطمئنا راضيا غير متزلزل ولا متأفف ولا سئم. أقدم على الموت وهو قانع راضي، ولذلك في آخر لحظاته كان يقول: اللهم إني مسلم لك العتبى حتى ترضى. إذن هذه قوى النفس. نجي إلى الأمر الثالث، القرآن الكريم ذكر للنفس حالات. ما هي هذه الحالات؟ النفس الأمارة، النفس الأمارة لها حالات. ما هي هذه الحالات؟ حالة العجلة، حالة الغرور، حالة الغضب. حالة العجلة يقول القرآن الكريم: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. طبيعة الإنسان يتسرع، يعجل في حكمه على الناس، يعجل في تحصيل أموره، لا يأخذ الأمور بتأني بتدبر بوعي. الرسول صلى الله عليه وآله يقول لأبي ذر الغفاري: أوصيك إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته، لا تتسرع. فإن يك خيرا فأمض، وإن يك شرا فانتهي عنه، يعني تراجع عنه. عليك بالتدبر والتأني في الأمور. الصفة الثانية أو الحالة الثانية الغرور. يقول القرآن الكريم: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبه. ما غرك يعني لا تغتر بالعمر والصحة، تشوف نفسك مثلا ابن 20 سنة سليم البدن قوي فيصيبك الغرور، أو تشوف نفسك ابن 40 سنة قوي الجسد عندك وظيفة عندك ثراء فتغتر بذلك. لا 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 لا،
ما غرك بربك الكريم. الله أعطاك صحة فلا تغتر بها، قد تنتكس صحتك وتتحول إلى مرض. الله أعطاك غنى وثروة، قد يتبخر هذا الغنى والثروة يوما من الأيام. لا تغتر، حاول أن تشكر الله على النعمة لا أن تغتر بها. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، وقال كلا إن الإنسان لا يطغى، يعني يصيبه الغرور فيتجاوز الحدود. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه، يعني رأى نفسه استغنى عن الناس، يطغى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما من طغى وأكثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. الحالة الثالثة حالة الغضب. كثير منا مبتلى بحالة الغضب، بمجرد أن يساء إليه يغضب، بمجرد أن يخطأ أحد في حقه يغضب. سريع الغضب سريع الانفعال، قوة الغضب قوة خطيرة. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله الغضب ضرب من الجنون، وذلك لأن صاحبه يندم. بعد ما يغضب يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. الغضب نوع من الجنون، هذه القوة المنفعلة. قوة الغضب قوة الانفعال تحتاج إلى ترويض، تحتاج إلى تهدئة. القرآن الكريم يذكر كيف الإنسان يروض حاله، كيف يسيطر على حالة الغضب. يقول القرآن الكريم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يعني أنت أمامك خطوات ثلاث حتى تسيطر على الغضب. الخطوة الأولى أن تضبط حركاتك، والكاظمين الغيظ، تحاول كما ورد في الروايات أن تشرب ماء باردا، أو أن تغسل وجهك بماء بارد، أو أن تمس رحمك فإن مس الرحم يسكن الغضب. حاول أن تضبط عواطفك، أن تسيطر على انفعالاتك. والكاظمين الغيظ، سيطر على الانفعال. ثم تجي الخطوة الثانية والعافين عن الناس، تكون عندك مبادرة. أساء إلي لكن أنا أعفو عنه، هو اعتدى علي لكن أنا أعفو عنه، أغفر إساءته أنا أحسن منه، أنا أعفو وإن أساء إلي. والعافين عن الناس، الخطوة الثالثة أعظم من العفو، أن تقدم له خدمة وهي الإحسان. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أحسن إليه، ادعو له بالمغفرة وإن أساء إليك، ادعو له بالرحمة وإن أساء إليك. ليالي شهر رمضان تتصرم، حاول أن تستثمر هذه الليالي قبل أن تذهب، حاول أن تستثمر بقية شهر رمضان قبل أن يزول. استثمره في العفو عمن أساء إليك، استثمره في التنازل عمن اعتدى عليك، استثمره في ترويض هذه الحالة حالة الغضب، استثمره في أن تعود إنسانا طيبا متوازنا هادئا. لذلك يركز القرآن الكريم على الأمر الرابع، على وهو مبدأ الأخوة، إنما المؤمنون إخوة. يعني شنو إخوة؟ الأخ يصفح عن أخيه، الأخ يغفر إساءة أخيه، الأخ يتنازل عن اعتداء أخيه، الأخ يسامح أخاه ويحسن إلى أخيه. إنما المؤمنون إخوة. القرآن يركز على مبدأ الأخوة. يقول القرآن الكريم
محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، بينهم يعيشون تراحم ترابط توادد تواصل، رحماء بينهم يرحم بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول في آية أخرى: واعتصموا بحبل الله. حبل الله علي بن أبي طالب، حبل الله ولاية أمير المؤمنين، حبل الله هو الإيمان الذي يجمعنا، حبل الله هو الارتباط بذلك الإنسان العظيم. لذلك أنت تقرأ في زيارة أمير المؤمنين: السلام عليك أيها الحبل المتين. حبل المتين هو حبل الله الذي يجمع المؤمنين بمختلف مشاربهم، بمختلف مذاقاتهم، بمختلف توجهاتهم. ينبغي للمؤمنين أن يعظموا الإيمان الذي يجمعهم. أنت تسيء إلي وأنا أعفو عنك، أعفو عنك مو لأجله، لأجل أمير المؤمنين الذي يجمعنا. أتنازل عن إساءتك واعتدائك لأجل هذا الحبل العظيم الذي يجمع قلبي وقلبك، وهو حب علي بن أبي طالب وولاء علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وقال تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. كل قوم يتنازعون يفشلون، كل مجموعة تتنازل لا تصل إلى أهدافها وطموحاتها، كل مجتمع يتنازل يتخلف شيئا فشيئا، كل بلد تشوف فيه خلافات تشوفه بلد متدهور، أي بلد يعيش خلافات تراه بلدا متدهورا متقهقرا متخلفا. التنازع يؤدي إلى الفشل، فشل الطاقات، فشل القدرات، التنازع يؤدي إلى فشل الطموحات، التنازع يؤدي إلى خسران الأهداف. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، بل ركزوا على التواصل والانضمام والارتباط بعضكم مع البعض الآخر احتراما لهذا الحبل الذي يجمعكم، ألا وهو حبل ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وركزوا على مبدأ الأخوة: إنما المؤمنون إخوة. كيف كان علي لرسول الله؟ كان علي لرسول الله الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أخا بين المهاجرين والأنصار، وبقي الإمام علي. قال: يا رسول الله، أخيت بين المهاجرين والأنصار وتركتني، ما جعلت لي أخا؟ قال: أنت أخي في الدنيا والآخرة. كان علي أخا لرسول الله منذ صغره، يدافع عنه ويذب عنه وينام على فراشه. وكان علي هو السيف المصلت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله في جميع الغزوات. وهذه الأخوة التي كانت بين علي ورسول الله كانت بين أبناء علي وأبناء رسول الله، كما كان علي حرجا لرسول الله كان أبناء علي حرجا لأبناء فاطمة الزهراء أبناء رسول الله. ولذلك تجد محمد بن الحنفية، العباس بن علي، أبناء علي من غير فاطمة إخوة وحرز لأبناء فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإمام علي في معركة صفين أعطى اللواء بيد محمد بن الحنفية، تتعجب الناس، قالوا: كيف يأخر الحسن؟ الحسن ابنه الأكبر وهو سيد شباب أهل الجنة،
يأخره ويقدم محمد بن الحنفية ويعطيه اللواء. كيف هذه تتم المسألة؟ احتجوا على أمير المؤمنين، كيف قدمت محمد وأخرت الحسنين؟ قال إن محمد ولدي أزج به في الحروب، وأما هذان الحسن والحسين فهما ولدا رسول الله، وهما أمانة عندي أحامي عنهما وأذب عنهما. كان يحامي عن الحسنين ويجعل أولاده فداء لولدي فاطمة الزهراء، فداء لولدي رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا المعنى العظيم تجسد يوم كربلاء. تشوف يتسابقون أبناء علي للدفاع عن الإمام الحسين عليه السلام، يستبشرون بالقتال بين يدي أبي عبد الله الحسين بهتافات ببشارات بأشعار مختلفة يعربون عن تضحيتهم وفدائهم. وأعظمهم مظهرا يوم كربلاء الذي لما وصل إلى الماء وأحس ببرودة الماء قال يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين. تالله ما هذه فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. طب الماي بس هيس بردة، طب الماي بس هيس بردة، غرف غرفة ليروي عطش شبده، تذكر للنخوه حسين بعده، وذب الماي من جفه وتحسر شلون اشرب واخوي حسين عطشان، شلون اشرب واخوي حسين عطشان، وسكنه والحرام واطفال رضعه وأضين قلبي العلي لاشتعال نيران، وأضين عمري انقضى والأجل قصر. الله أكبر، ما هي إلا دقائق وإذا بالحسين واقف على جسده وقد فضخ ظهره بعمود من حديد، وهو يقول أخي عباس الآن انكسر ظهري، الآن فلت شوكتي، يا خويا انكسر ظهري ولا أقدر أقوم، صرت مركز يا خويا لكل الهموم، يا خويا استوحدوني بعدك القوم، لمن اللواء أعطي ومن هو جامع شملي، وفي ضنك الزحام يقيني، عباس كبش كتيبتي وكنانتي وسري قومي بل أعز حصوني. يا الله، اللهم بحق أبي الفضل العباس وبحق أمه أم البنين الأربعة وأبنائها الشهداء، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك، واكتب له النصر والظفر، واجعلنا من المرضيين عنده والمشمولين بدعائه، وارحم أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات. وإلى أرواح الجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.